تعز ما إن تهدأ حتى تعود إلى واجهة الأحداث، فالجانب الأمني لا يزال متعثرا على الرغم من أنه شهد تحسنا طفيفا خلال فترات سابقة، لكن المواجهة المسلحة التي تحدث من وقت إلى آخر تكشف هشاشة الوضع في المدينة وتعود به إلى نقطة الصفر. مؤخرا اندلعت اشتباكات بين الحملة الأمنية وعناصر مسلحة خارجة عن القانون، كما تصفها الأجهزة، أدت إلى مقتل بعض أفراد الأمن. طبعا خرجت الحملة بأمر قضائي للقبض على أحد المطلوبين وتم القبض عليه، لكن هناك رصاص بكثافة انطلقت من بعض الخارجين على القانون وقنص تم من خلاله قتل والشهيد النقيب محمود الحميدي، ومن ثم اندلعت المواجهة. أحياء وادي المدام والجمهوري وعقبة مفرح والمدينة القديمة كلها كانت مسرحا للعمليات العسكرية الأخيرة التي لا تزال تشهد توترات أمنية بعد أن فرت إليها عناصر مطلوبة أمنيا. إدارة شرطة محافظة تعز ذكرت في إيجازها الصحفي وككل مرة أنها منحت الجهات التي تتحفظ على هؤلاء المطلوبين ساعات محددة لتسليمهم بناء على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية العليا، لكن حتى اللحظة لم يحدث شيء، بل عززت هذه العناصر من وجودها وانتشارها في الأحياء والمباني السكنية، وهو ما يكشف عن استمرار حالة الاحتقان في المدينة وترويع الناس بسبب الحالة الأمنية. تحركت الحملة الأمنية بالفور للقبض على هؤلاء المجرمين والخارجين عن القانون، وهناك وجدت الحملة الأمنية أن هناك المسلحين يحتمون ويتحصنون بدروع بشرية داخل المدينة. أكثر من مرة يسقط المدنيون ضحايا المواجهة في تعز ولا منصف يأخذ بحقهم أوجهة تردع القتلى، ليبقى المواطنون في حالة قلق دائم من هذا المسلسل الذي يبدو بلا نهاية. في تعز يطالب الجميع بحضور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، لكن كل طرف على ما يبدو يريدها على طريقته، حتى تلك الجماعة التي تتهم بإيواء عناصر خارجة عن القانون لتبقى حياة الناس رهن الانفلات والفوضى. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.